ظن الجميع أنهم توقفوا، أن سكة الإنجازات قد انتهت، أن سطوتهم على إفريقيا ما هي إلا محض فترة مؤقتة. لكنهم عادوا أقوى مما كانوا عليه، عادوا لتصدير مستقبل العشرية القادمة، لاحتكار الصناعات التكنولوجية الفائقة بالقارة السمراء، بقيادة عقول المغربية بآفاق عالية لتعزيز مكانة المملكة المغربية كرائد إقليمي وقاري. بعدما أحكم المغرب قبضته على المرتبة الأولى في قطاع صناعة السيارات والطائرات، وكذلك الأمر بالنسبة لمجال الشحن البحري وتصنيع القطارات تحت راية البراق، هنا الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية ونقطة بداية عالم صناعة الحواسيب بالمغرب. بدأت القصة قبل 10 سنوات بحلم بسيط وأمل للتغيير نحو الأفضل، لكن طموح المغربيين حولها لحقيقة للتحرر من الاستعمار الرقمي بأياد عربية خالصة. فكيف ستنجح المملكة المغربية في تصدر هذه الصناعة؟ وإلى أي حد سيتميز المغاربة؟ هذا ما سنكتشفه، فابقوا معنا. وطبعاً كالعادة نذكركم بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. صناعة عالمية وثورية. عندما صمم أول حاسوب في العالم إنياك، أو كما سمته الصحافة الدماغ العملاق، بالولايات المتحدة الأمريكية في 14 فبراير 1946، على يد كل من جون موكلي وجون بيرسبر إيكيرت، لم يتخيل أحد أن يتحول لاقتصاد وصناعة كاملة، بل وسوق تجاري مغر لكبرى الشركات التكنولوجية، إذ تعتبر الحواسيب الخارقة أو ذات الاستعمال العادي إحدى أهم القطاعات الصناعية في عصرنا الراهن، كونها باتت عنصراً حيوياً داخل التركيبة الاقتصادية للدول العظمى أو الطامحة للحاق بالركب. مما يقودنا إلى الدافع الحقيقي للمملكة المغربية التي أبدت اهتماماً كبيراً بمجال تصنيع الحواسيب، المجال الذي تطور بدوره بشكل غير متوقع بعدما كان حكراً على القطاع العسكري، كون أن جهاز الحاسوب وفي أول ظهور له عد كأداة خاصة بصفوف القوات المسلحة التي طلبت استخدامه لاختبار مقذوفات قنابل المدفعيات وتحسين جودة التصويب، قبل أن يتحول لمنتج استهلاكي بيد عامة الناس مع بلوغنا عصر تخمة المعلومات والثورات التكنولوجية المتعاقبة التي ساهمت بدورها في تمحيص الشركات وتطوير الصناعات وبعث أخرى جديدة. علماً وأن الكمبيوتر أي الحاسوب قد تغير بشكل مثير على مر الأجيال الماضية، حيث يوجد له أكثر من شكل وحجم، منها الحواسيب الفائقة والعادية المحمولة واللوحية المدمجة والمكتبية التقليدية. يأتي ذلك بالتوازي مع التحسينات المتواصلة على أنظمة الأمان التقنية، نظراً لحساسية المعلومات المتداولة على جميع أجهزة الحاسوب حول العالم بمختلف استعمالاتها، الأمر الذي أثر كذلك بالإيجاب على الاقتصاد العالمي لسوق الحواسيب الذي قدر ب 140 مليار دولار قبل 2 من الآن، وفقاً لإيمارك جروب، المجموعة الدولية للأبحاث والاستشارات لتحليل الأسواق العالمية، التي توقعت أيضاً تطور هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3% بداية من السنة المنقضية وحتى عام 2028، ليصل إلى ما قيمته 180.2 مليار دولار، ذلك بالنظر إلى توسع النشاط التجاري للكمبيوتر الذي صار يعنى بعدة مجالات صاعدة، كما يحدث مع ظاهرة العمل عن بعد التي انتشرت بشكل كبير عقب عام 2020، على غرار مسألة رقمنة التعليم والمؤسسات التعليمية بكافة بلدان العالم. لكن لعل تضخم اقتصاد سوق الألعاب الإلكترونية والفعاليات الدولية التابعة له هو العامل الأبرز بين كل ما ذكر في ظل ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. ثم وبعيداً عن هذا النوع من الحواسيب، فإن سوق أجهزة الكمبيوتر العملاقة يعيش هو أيضاً تطوراً نوعياً، إذ من المتوقع له أن يتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.09%.
ليبلغ 12.15 مليار دولار بحلول عام 2029. فلك أن تعلم سيدي المشاهد أن الحواسيب العملاقة أو كما تعرف بالحواسيب الخارقة لا تقل أهمية البتة عن سابقتها، خصوصاً مع ما تقدمه من فائدة لنظام التكنولوجيا السحابية أو لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي بات حديث العالم مؤخراً. ومن جهة أخرى فلا غنى عن الحواسيب الخارقة فيما يتعلق بالأمن القومي الاقتصادي والعسكري المتخصص بتحديث معدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع السبراني نحو الاكتساح الأفريقي. سيدي المشاهد، بالعودة إلى ما ذكرناه آنفاً، ومع تحول المغرب لقطب صناعي بارز خلال آخر 5 سنوات، بل ووجهة استثمارية محببة للماركات العالمية والدول الأجنبية، باتت رؤية المملكة المغربية واضحة للعيان تحت راية البرنامج التطويري لعام 2030، كونها قد اقتحمت بالفعل أكثر من قطاع تكنولوجي وصناعي حتى الآن، إذ ليس بالخفي أن المغرب يطمح لتعزيز مكانته ضمن نادي الدول المصنعة للحواسيب بعد تجربته الأولى سنة 2014، حين أطلقت شركة أكسون المغربية أول كمبيوتر هجين مصنع بالمغرب تحت مسمى ترانسفورميتي بي ميلديز، الذي يعمل كجهاز لوحي وحاسوب بالآن نفسه. وقد وصفه كريم المعزوزي المدير المسؤول عن الشركة المصنعة آنذاك والتابعة لمجموعة دي بي أم بالمنتج القادر على منافسة الشركات الأمريكية والكورية. ثم ومع أن هذا الإصدار يعد البداية الفعلية لعالم صناعة الحواسيب في المغرب، إلا أن الانطلاقة الحقيقية والرسمية كانت خلال مطلع هذه السنة مع إطلاق شركة أطلس سيستم المغربية لمشروع جهاز حاسوب أطلس، الذي يتمثل في كمبيوتر محمول من الجيل الجديد بنظام تشغيل مغربي 100%. من المتوقع له أن يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والبرامج الحاسوبية كالتخزين والبرمجة والتعليم، بهدف توفير بيئة شاملة للتواصل والعمل الإلكتروني لتلبية احتياجات ومتطلبات المغاربة. يأتي هذا بجانب تضمين الحاسوب بنظام إيجاف واللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والأمازيغية لتسهيل وصول كافة المواطنين لجميع المنصات الحكومية المغربية. فقد تم تصميم حاسوب أطلس لتسريع التحول الرقمي وتحقيق السيادة الوطنية للمملكة المغربية، بعيداً عن مفهوم الاستعمار الرقمي الأجنبي الطاغي على الأنظمة المحلية منذ أمد طويل، وفقاً لما صرح به المسؤولون وعلى رأسهم الخبيرة في مجال الاستخبارات الاقتصادية والمديرة التنفيذية لشركة أطلس سيمتز الشابة منار بلفقي، التي تترقب زيادة في مواطن الشغل مستقبلاً مع نجاح المشروع المنتظر، خاصة إذا ما وقع تصديره للخارج كما هو مخطط له في إطار استراتيجية توطيد العلاقات مع الجانب الإفريقي والأوروبي، ما سيساهم تباعاً في دعم الاقتصاد الرقمي للمغرب وتعزيز التنمية المستدامة. لكن من المؤكد أن لسان حال المغاربة يقول الحلم لم ينتهي بعد والقمة لا تزال هدفنا. فهل ستنجح المملكة المغربية في أن تكون الرقم 1 إفريقياً في صناعة الحواسيب؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.